الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال، وهو الدين الذي يحارب الغلو وينهى عنه. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الوسطية والاعتدال ظاهرة بينة في جميع عقائد الإسلام والتشريعات، فعقيدة الإسلام وسط وتشريعات الإسلام وسط، وهذا الذي يجب أن نمارسه فيما بيننا في أقوالنا وآرائنا، حتى في التفكير يجب أن نكون وسطا بين المغالين وبين الجافين، وحتى في رؤيتنا لبعضنا البعض يجب أن نسعى للمنهج الوسط. والمنهج الوسط هو الذي يجب أن نحض عليه، لأنه أساس الإسلام، والغلو منهي عنه أعظم نهي. قال الله جل وعلا لي في أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو وقال: إياكم والغلو، إياكم والغلو، إياكم والغلو. والغلو هو مجاوزة الحد، كل ما تجاوز به حده فقد غلا فيه. فالغلو في الدين مذموم، وأصحابه خارجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والوسط، وإنما ظهرت الفرق وظهرت المحدثات بظهور الغلو. فالخوارج ما ظهروا إلا بالغلو، والفئات والطوائف الضالة ما خرجت إلا بالغلو في دين الله جل وعلا. وهل نكب الأمة في تاريخها إلا من الازدياد فيما يحسبه أهله، الازدياد في الغلو والازدياد في التدين بما لا دليل عليه؟ وربما نحى أصحاب الغلو إلى أدلة، ولكن الغلو والانحراف موجود في النفوس قبل أن يبحث أصحابه في الأدلة. وهذا ما نص الله جل وعلا عليه حيث قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هناك متشابهات يشتبه علمها، يمكن أن تستدل بها على كذا ويمكن أن تستدل بها على كذا. قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذي في قلبه زيغ أصلا، في قلبه غلو، في قلبه زيغ، في قلبه انحراف، فيتبعون ما تشابه منه. وصار اتباع المتشابه من القرآن أو من السنة لا لأنه يوقع الحيرة في وجود المتشابه، ولكن الزيغ وجد فذهب إلى غير دليل ليستدل به وليقنع نفسه بأنه على صواب. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام